وبنتابع معكم فقراتنا مع فقرة التواصل الاجتماعي اللي بنحاول نجاوب فيها على بعض أسئلتكم. دكتورة شادن، عندنا سؤال شوية خارج تخصصاتنا أنا وياكي. السؤال من الأخ جميل بيقول إنه أنا عندي الغدة الدرقية، هل بقدر أصوم وإمتى لازم أخذ دواي؟ هلا أهم إشي طبعا إنه لازم يستشير طبيبه اللي براجعه عشان الغدة الدرقية. هلا إذا بشكل عام يعني الناس اللي عندها قصور في الغدة الدرقية بتقدر إنها تأخذ الثايروكسين قبل السحور. بس إذا ما بصحوا على السحور أو مثلا بعملوا سكيب لهاي الوجبة يفضل أن يأخذوه قبل ما يناموا، ما في أي مشكلة. هلأ الناس اللي عندها فرط في الغدة الدرقية إذا كانت أعراض شديدة يفضل أنهم يراجعوا الطبيب لحتى يعملوا لهم مثلا أنه يأخذوا الدواء مرة أو مرتين بالنهار حسب رأي الطبيب طبعا. يعني يغير لهم دواء لنوع بيتخذ مرتين بالنهار بالكتير أساس على فطور السحور. وإذا المريض نسي دواء دائما بنذكره أنه يأخذه قبل ما ينام. أكيد. إذا مش ناوي يتسحر يأخذه قبل ما ينام عشان يستمر معه طول النهار. شكرا دكتورة شادن. شكرا لكم متابعينا، وبنشوفكم بحلقة جديدة من الأطباء السبعة في كل يوم من رمضان.